باسكو سي البلون سيكولوجيك المدرب راح يتكل على قندوسي 100% باسكو دون سا تيت هو ديجا راه في الاهلي ودون سا تيت راه يلعب لا كوب دي مون كلوب. انا جو بونس كو لا ميور سوليسيون اللي كانت تكون مضى البارح يديروا لي ريسبسيون في الفريق الوطني يقولوا بارك الله فيك روح ربي يعاونك صحيح. وكان هذا يتعامل مع الفوج اللي كاين حاليا هذا هو البرنامج كان مخطط ليها كان مخطط ليها كان بالك الاهلي بنيه ما يدفعوش الملف عندهم حتى لو 12 تاع الليل ولكن كاين قوانين وكاين يعني كاين دي بارامتر اللي مازالش ما ندوش فرصه غدوه ان شاء الله وما نغمروش غدوه ان شاء الله النيجر فريق مدغاسكار عندهم اتصالات مع فرق اوروبيه يفون دو مودي لا ميم شوز الحاج ونزيدوا حاجه واحده اليوم رانا نهضروا على قندوسي سي خالد لعيب يقولوا امضى في نادي الدمام السعودي اذا تاكدت المعلومه معناها حتى اللعب واسمه عيبي راح يكون في نفس المشكل. اليوم انا حاجه اللي باك مانيش فاهمها علاش اليوم علاش اللاعبين هذو ولا اليوم الاتحاد الجزائري ولا الانديه ولا علاش ما يخلوش اللاعبين هذو على ديسبوزيسيون دو ليكيب ناسيونال دو فوتبول على بالك اليوم صح كاين اللي داك اللي داك ليميت عندك حتى كنا قلنا البارح المشكل هي على مستوى الكاف في تحديد الفتره في الماركاتو كنا باللي هذه المنافسه جايه في فتره الماركاتو يقول لك باللي كياك واسمو قلنا البارح باللي المكتب التنفيذي راح اعاده النهضه ولكن اليوم هو مشكل كبير صحيح. انا نظن اليوم اذا الاتحاد الجزائري لكره القدم يطلب من الاتحاد الافريقي على الاقل ان بو دو سوبليس ولا على الاقل يخلوا اللاعبين هذو يكملوا المنافسه مع المنتخب الوطني ومن بعدها يروحوا للانديه. صار لا دات ليميت ماشي غير في الجزائر ياسين حتى في مصر لا دات ليميت لا يكون استثناء نفس الشيء ولا تفتح انت اسمع تفتح نافذه صغيره او غدوه ان شاء الله تولي كبيره بعد لكن الاشكال باش تكون قيمه لبطوله الشان باش تكون عندها قيمه انك لازم تكون استثناء بالنسبه للاعبين اللي يشاركوا الاستثناء فقط بالنسبه لهم انهم يوصلوا يلعبوا الشان لانه بطوله الشان هي تسمح للاعبين المحليين فقط باللعب يا اما في النسخ المقبله مثل ما كان يتكلم الامين العام انه ستكون بالنسبه للاعبين على مستوى القاره الافريقيه المحليين في افريقيا لهم حق بالمشاركه او يكون الاستثناء اذا بقت بنفس قوانينها لما لاعب يمضي في القاره الافريقيه يعتبر لاعب محلي. تقدر تغير انت القوانين في لا مش يخيروا هي حل تفتح يعني نوعا ما تفتح قوس